يقتحموا متحف باردو دون أي مقاومة. على خاطر هذا اللي نحكيه عليه، ما فماش كانت مقاومة وقت عملية دخولهم، لا في وسط المتحف ولا في باب المتحف اللي من المفروض فيه على الأقل جزء من الحراس. السؤال الثاني المطروح، وين كان جوستومون الحراس في مدخل المتحف متاع باردو؟ وينهم؟ ثم كيفاش في متحف كيما باردو ما فماش جهاز كاشف للمعادن رغم الأهمية متاع المتحف، الجهاز اللي تم تركيزه حسب ما اتقالنا حاليا بعد العملية؟ هنا هل نحكيه على ثغرات أمنية ولا نحكيه على حاجة ربما أكبر شوية من الثغرات الأمنية؟ شنو أكبر شوية من الثغرات الأمنية؟ يعني مشاكل أعمق. الثغرات الأمنية موجودة، دليل الثغرات الأمنية جاي من عند رئاسة الحكومة، بما أنها رئاسة الحكومة أقالت 11 مسؤول أمني من مديري الأقاليم إلى مديري المراكز الموجودة في المنطقة اللي قاعدين نحكيوا عليها. 11 مسؤول أمني تمت إقالتهم بعد العملية، هذا دليل واضح وكافي على أنه ثم تقصير أمني يحصل في الموضوع، وإلا لما كانت وجدت الإقالات. اثنين، دليل الثغرات الأمنية الثاني هو تقصير رئيس منطقة سيدي البشير تحديدا. علاش نحكيه على منطقة سيدي البشير تحديدا؟ لأنه في المنطقة هذه حسب على الأقل معلومات موقع آخر خبر أونلاين، شنو يقول الموقع؟ يقول أنه إقالة رئيس منطقة سيدي البشير تجي لأنه حسب المعطيات الأولية فأنه الإرهابي ياسين العبيدي عدى ليلتين في نزل باب جديد وزاروا صابر الخشناوي وعدى معاه ليلة، وصابر الخشناوي هو من المفتش عنهم، وصابر الخشناوي وياسين عمروا الفيش دو بوليس اللي يعمروها الناس الكل في النزل، وكان يكفي حسب معلومات الموقع يقول يكمن التقصير الأمني في أنه رئيس المنطقة وإلى الأعوان على الأقل اللي هو يشرف عليهم ما قاموش بإجراء روتيني متمثل في مراقبة الجذاذات متاع الناس التي تقصد النزل. بمراقبة الجذاذات حسب موقع آخر خبر كان باش يتفطنوا إلى وجود الإرهابي في النزل هذا. من هنا فما حديث على تقصير رئيس المنطقة هذه. معلومات أخرى على بقية النقاط اللي ربما كانت فيها ثغرات أمنية. النقطة اللي بعدها واللي هي بطاقة الإيداع في السجن العون المكلف بالحراسة. كيف لأنه ربما اللي كان موجود في حراسة باب المتحف ما كانش قائم بواجبه كما يلزم، وذاك علاش جات فيه بطاقة إيداع في السجن، مسؤولية ربما أكثر من مسؤولية عادية مهنية، مسؤولية تقصيرية. بعد العملية زاد الثغرات الأمنية يمكن ما توجدتش كان في العملية، ولكن بعد العملية خروج زوز من السياح وعامل في المتحف كانوا متخبين في وسط، رغم أنه نظرياً صارت عملية تمشيط، ويحب يقول تمشيط يعني فما حتى عنصر ولا كل العناصر تجب تكون موجودة في المتحف تم اكتشافها. قمت من غدوة من العملية يخرجوا زوز السياح وصار عليهم برشا كلام ومعاهم عون من المتحف. أما لو كان تجاوزوا الثغرات ولا المشاكل الأمنية، هل فما كان ثغرات ولا مشاكل أمنية في عملية باردو وإلا زاد ربما فما مشاكل أعمق؟ احنا في تونس والإعلام التونسي ربما فما حساسية في التعرض للموضوع، ولكن في الإعلام الأجنبي تعرضوا لها وسائل إعلام كما لوبوان في فرنسا وإلا الشرق الأوسط في لندن. يرجعوا إلى مشاكل تتمثل في إقالات أمنية في فترة وزير الداخلية فرحات الراجحي. من وقتها والتأثير متاع إقالات فرحات الراجحي حتى التوى حسب بعض المسؤولين يقولوا ما زال تأثيرها متواصل. إقالة قرابة 40 قيادي أمني، آثار الإقالات هذه ما زالت متواصلة حتى لليوم. ثم إبعاد القيادات الأمنية اللي لعبت دور كبير في ثورة 14 جانفي، وهنا نحكي خاصة على زوز أسامي كبار، سمير الطرهوني في قيادة وحدات مجابهة الإرهاب البات، والعربي لكحل في قيادة الوحدات الخاصة للحرس الوطني. العربي لكحل اللي بعد إعفائه من مهامه اليوم موجود في الأمم المتحدة في خطة متعلقة بمكافحة الإرهاب، تستعين به الأمم المتحدة في رسم خطة لمكافحة الإرهاب في العالم، وسمير الطرهوني تم إعفائه من مهامه
من وقتها. كيف كيف الحديث في النقاط الجوهرية متعلق بالعدد متاع العناصر الأمنية المختصة. برشا كلام قاعد يتقال على الدور الكبير اللي تلعب فيه الوحدات المختصة، ولكن حسب بعض المعلومات المتوفرة تنشوفه كان صاحبي جويني يأكد هنا، مثلا فرقة مجابات الإرهاب الباط تتكون من 110 عنصر فقط، وليعتبر عدد قليل جدا نظرا للمهام الجديدة اللي ولات موجودة عند الفرق. كيف كيف في الفرقة الخاصة الموجودة عند الحرس الوطني الـ USGN، القوات الخاصة الحرس الوطني، فيها 1400 عنصر. هذه الأرقام موجودة لهذه العناصر منذ مدة، وربما ما عادش تتلائم مع طبيعة الخطر اللي ولينا نعرفوه في تونس. هذا فيما يخص القوات الأمنية وخاصة القوات الخاصة، ولكن المشاكل أعمق موجودة زادة حتى عند الجيش الوطني. علاش؟ الدورة العادية للعمل متاع الجيش الوطني، نسق العمل العادي هو هذا، هو الدورة الثلاثية هذية اللي تشوفوا فيها في العالم الكل. الجيوش كيفاش تخدم؟ تعمل نشاط، يعني عملية حربية عسكرية غيره نشاط، ثم بعدها فما فترة راحة إجبارية، ثم بعدها فما فترات تكوين إجبارية، ثم بعده نشاط وراحة وتكوين. لكن يظهر أنه فيما يخص الجيش الوطني منذ الثورة إلى اليوم، النسق هذايا نتاع العمل ما زالوا ما رجعولوش، وفما انهاك كبير، وبالتالي ما فماش الجاهزية بنسبة 100%. يعني نجم تكون هذه زادة مشاكلنا أعمق، مشاكل تخص الجيش، مشاكل تخص الأمن، مشاكل تخص الوحدات المختصة. ومن هنا نحب نبدأ معاكم سير ديلو مشاكلنا، الثغرات الأمنية اللي صارت بين ظفرين في العملية فقط، وإلا فما مشاكل أعمق كما الشيء اللي كنا نحكيه عليه. تفضل.